السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله وليداتي غنبدأ لكم سلسلة ديال قصص الأنبياء اللي لازم نعرفوها وناخدو العبرة والموعظة منها. وغنبدأ لكم بقصة آدم عليه السلام، لأنه أول نبي على الأرض، وسيدنا آدم هو أول واحد خلق الله سبحانه وتعالى بالجداد ديالو، وهو الأب ديالنا كاملين، يعني حنا الاولاد ديالو والاحفاد ديالو. وعلى هذا الشيء خاصنا نبغيوه بزاف بزاف، نعرفوا القصه ديالو، نعرفوا كيف تخلق، نعرفوا شنو عمل، نعرفوا فين كان عايش، وعلاش الله كرمو، وعلاش يبغي بزاف. شحال هذه الله خلق لنا الارض، زينها بالجبال، زينها بالانهار، زينها بالاشجار، وخلق لنا السماء، وزينها لينا بالنجوم، وزينها لينا بالشمس، وزينها لينا بالقمر، وخلق لينا أيضا خلق لينا الحيوانات اللي كناكلوها بحال السمك، حتى ديال الحيوانات اللي تنتغداو منها. وعاوتاني خلق لينا الحيوانات اللي تنستافدو منها، تنركبو عليها، وهيئ لينا هادشي كله باش الناس يعيشوا في واحد الارض مرتاحين، ويسر لهم كل الامور اللي يمكن يعيشوا في عيشه يعني مرتاحه. ولكن ما كانوش الناس عايشين فيها، كانوا فيها مخلوقات اخرى، لكن هذه المخلوقات ما كانوش يسمعوا الكلام ديال الله، وكانوا تيفسدوا في الارض، وتيدابزوا، وتيتقاتلوا، وتيخسروا الاشجار، وتيخسروا النباتات، وتيفسدوا في الارض. وكان الله دائما يرسل لهم الملائكة باش تدي لهم الجزاء والعقوبة. واحد النهار قال الله سبحانه وتعالى للملائكة اللي هما مخلوقات من نور، المهمة ديالهم بزاف تديروا الحاجات، ولكن المهمة الأساسية هي التكبير والتسبيح. قال لهم أنا غادي نخلق واحد الخلق جديد، هو آدم عليه السلام، باش يكون في الأرض ويسكن فيها ويعمرها بالذرية، هي الوليدات ياكلوا ويشربوا ويستافدوا من هذه الخيرات اللي كاينه في الارض، سواء في الباطن ديالها او في الظاهر. وهذا المخلوق غنصيبو من بزاف ديال الانواع ديال التراب، لهذا خاصكم تجيبوا لي التراب من كل بلاصه، تجيبوا لي شويه شويه اصفر، شويه احمر، شويه اسود، شويه ابيض. لهذا الانسان عنده الوان مختلفة، كاين الانسان اللون ديال البشرة ديالو اسود، كاين اللون ديال البشرة ديالو ابيض، كاين البشرة ديالو احمر، كل واحد اللون ديال البشرة ديالو، والطبائع ايضا تتختلف، كل واحد الطبيعة ديالو. وقالوا للملائكة علاش غتصايب هذا المخلوق الجديد، واش حنا قصرنا في العبادة؟ دابا علاش غتخلق مخلوق جديد وتتخلفو في الارض، وحنا تنعبدو وتنسبحو بيك وتنسجدو ليك وتنطبقو الأوامر ديالك ودائما تنشكروك؟ هذا المخلوق راه غادي يفسد في الأرض وغادي يدير الحاجات الخايبة، وما غاديش يسمع الكلام ديالك. جاوبهم الله وقال لهم أنا تنعرف اللي نتوما ما تتعرفوش. من بعد الله خد التراب اللي كان بزاف الأنواع وخلطها بالماء حتى ولات بحال العجينة، وخلاها ودار منها انسان اللي هو كان على صورة جمال، ما يتحركش. وكان الملائكة وابليس اللي هو مخلوق من العافية، تدور من حدا ديك الانسان اللي كان جامد وتتسائلوا وتقولوا شنو هذا، شنو الله غادي يدير بهذا، شنو غادي يدير بهذا. النهار الله هو ينفخ فيه الروح. ما هي الروح؟ هي اللي تتخلي الانسان يتحرك، هي اللي تتخلي الانسان يهضر، هي اللي تتخلي الانسان يحس، هي اللي تتخلي الانسان يمشي، هي اللي تتخلي الانسان انه يتحرك وكان يعني حي. المهم الله سبحانه وتعالى نفخ الروح في ادم وبداله من الرويصه ديالو، شويه وصلت للعوينه، هي تحل العوينه ديال ادم، بقات يشوف، يشوف الشجر، يشوف الانهار، يشوف داكشي زوين في الجنه. شويه وهي توصل له
الروح وطلعت له الانف ديالو هو يعكس اتش. هما يقولوا للملائكه خاصك تقول الحمد لله، خاصك تقول الحمد لله. الله سبحانه وتعالى قال له يرحمك الله. لهذا خصنا دائما من عطسو خصنا نقولو شنو نقولو، خصنا نقولو الحمد لله. واللي تيكون حدانا قال شنو خصو يرد علينا، خصو يقول لنا يرحمكم الله. هكذا خصنا نديرو بحال كما دار ابونا ادم. حيت وصلات النيف وعطس شويه وهي توصل للكريشه هو يجي الجوع، قال حس بانه خصو بغى ياكل، لكن الروح مازال ما وصلت الرجيله باش يوقف. حيت وصلت الرجيله هو يوقف. الله سبحانه وتعالى قال الملائكه كلهم وقال الابليس انهم انا خلقت ادم من التراب، وانا هذا الادم عنده واحد المكانه كبيره، انا عطيتو العقل تيعرف كلشي الاسماء، يعرف كلشي الحاجات تيعرفها، خاصكم تسجدوا ليه. والسجود هو بحال كما تنديروا في الصلاه حيت نكونوا تنصليو تنحطوا الجبهه ديالنا على الارض، هذا تيتسمى السجود. نط الملائكه قالت واخا سجدات ليه، ولكن ابليس قال له لا انا ما نسجدش. قال له علاش ما تسجدش؟ قال له ها انا احسن منه وانا افضل منه، انا خلقتيني من نار تخلقتيه من تراب، انا احسن منه ما نسجدش ليه. قال له اذا دابا انت ما تسمعش الكلام ديالي، ولا ما كنتي تسمع الكلام ديالي انا غدا ندخلك لجهنم. هذا هو الجزاء ديالك، اللي ما تسمعش الهضره غيدخل لجهنم. المهم ادم عليه السلام قال له الله غتدخل للجنه، ولكن مسكين ادم بوحديتو بوحديتو ما لقاش مع من يهضر، ما لقاش مع من يتحاور، ما لقاش مع من يضحك، ما لقاش مع من يجلس يتوانس. والله سبحانه وتعالى خلق له شي واحد اللي غيونسو اللي هي امنا حواء، وخلقها له من الخلقه، ما خلقهاش من التراب والماء وعجنها ودلها الروح، لا خلقها من الضلع ديال ادم. وجات جلست معاه وقال لهم دابا انتم شنو خصكم ديروا، تجلسوا في هاد الجنه وكلوا اللي بغيتوا، كاين الاشجار فيهم الفواكه زوينه، فيهم المذاق زوين، عندهم اشكال زوينه، كاين الانهار فيهم الحليب، وفيهم كاين العسل، وكاين كل حاجه زوينه كاينه، اي حاجه بغاوها كاينه. ولكن قال لهم عندك وتقربوا لهاد الشجره، هاد الشجره هادي ما تقيسوهاش وما تقربوش منها وما تاكلوش منها. فنط ابليس طالع له الدم تيقول كيفاش ادم الله دخلوا الجنة وعطي هاد المرتبة الكبيرة كلها وانا يا غندخل جهنم، اذا انا خصاني ضروري نمشي عند الراس ديال ادم ونبقى نوشوش له ونبقى نقول له سير دير ديك الحاجة الخايبة باش الله يغضب عليه وما يبقاش يبغيه. ومشى عندو بقى تيوشوش له في ودنو تيقول له شوف هذيك الشجرة راه هي زوينة بزاف والمذاق ديالها غزال، ولا كليتوها غادا تبقاو دائما حيين عمركم ما غادا تموتوا. ادم ما بغاش، عاوتاني مره اخرى هو ما تي هو كاع ما تي يجلس يعني يقول صافي ما بغاش صافي، لا تيولي عاود تيولي عاود تيولي عاود حتى قنع ادم. وادم نسى واحد المره، ادم نسى وبقى تيقول له هذيك الشجره راه زوينه وهذه، هما يهزوا وما ياكلوا من ديك الثمار ديال ديك الشجره. هو وحواء والملابس ديالهم بدات تتحيد عليهم ولاو كلهم عريانين. وهذيك الساعه تعرفوا بانهم داروا واحد الخطا كبير كبير بزاف، وبداو تيجريو
وتيقلبوا على الوراق ديال الشجر وتيغطيو بهم الجسم ديالهم، لانهم عشموا ولانهم عرفوا راسهم انهم داروا واحد الحاجه اللي ما خصهاش دار، لانهم ما سمعوش الكلام ديال الله سبحانه وتعالى اللي خلقهم وعطى لهم الجنه، ما سمعوش الكلام ديالو وسمعوا الكلام ديال من؟ سمعوا الكلام ديال ابليس، سمعوا الكلام ديال ابليس وهو العدو ديالهم، هو كاع ما تيبغيهم، هو باغي يخليهم يديروا الخطا شويه. والله سبحانه وتعالى يقول يا ادم ياك انا قلت لكم ما توصلوش لهذيك الشجره، ياك انا قلت لكم ما تاكلوش من هذيك الشجره، وعطيتكم بزاف الشجر وقلت لكم كلوا كل شيء وشربوا من كل شيء الا هذيك، على زعما ما سمعتوش الكلام ديالي وسمعتوا الكلام ديال العدو ديالكم اللي ما تيبغيكمش. فادم عليه السلام تيبكي وتترجى الله وتحزن وتقلق انه دار هذا الخطا، وقال له يا الله سامحني انا تنعتذر لك، انا ما عمرني نعاود ندير هذا الخطا، انا هي نسيت، انا النفس ديالي هي غلبات عليا، ما عمرني ما غادي نكرر هذا الشيء. قال له الله سبحانه وتعالى، قال له انا سامحتك ولكن راه ما بقاتش البلاصه ديالك هنا الجنه، ما بقاتش البلاصه ديالك هنا، البلاصه ديالك اللي اصلا انا عليها خلقتك والمهمه ديالك هي انك تعمر الارض، ودابا راه غادي تنزل الارض انت وحواء وغادي ينزل حتى ابليس، لان ابليس قال له حيت قال له غندخلك لجهنم، قال له عافاك خليني ما تدخلنيش دابا، خليني نزلت انا للارض. واي وهذيك الناس اللي غادي يولد ادم عليه السلام انا غادي نحاول نجرهم لعندي، يديروا الحاجه الخايبه ويديروا الاخطاء باش يدخلوا يونسوني جهنم، واللي سمع الكلام ديالك ودار الحاجه المزيانه شنو غادي يدخل الجنه. قال له واخا، حتى هو نزلوا للارض، نزلوا للارض قال لادم عليه السلام، قال له انا دابا نزلت لكم الارض، والارض حطيت لكم فيها كل حاجه اللي غادا تعيشوا فيها العيش المزيان، انا عطيتكم كل شيء، فيها الوديان، فيها الانهار، فيها السماء، فيها الضوء، فيها النجوم، فيها الشمس، فيها القمر، فيها النباتات، فيها الحيوانات، فيها كل حاجه اللي يمكن ان تيسر لكم العيش فيها، ولكن انا ما خلقتكمش غير هكاك، انا مش غير غادي تاكلوا وتنعسوا، لا انا خلقتكم باش تعبدوني. شنو هي العباده؟ العباده هي اننا نسمعوا الكلام ديال الله ونبعدوا على الحاجه اللي قالنا ما ديروهاش، وهذاك الشيء اللي قالنا الله سبحانه وتعالى فين كاين؟ كاين في القران، يعني حنا غنعرفوا هذا الشيء في القران الكريم، هذا القران هو اللي خاص، داك الشيء علاش خاصنا نحفظوه، خاصنا نقراوه، فهمتوا؟ خاصنا نصليو، خاصنا نزكيو، الصدقات، نساعدوا الناس، الا كان شي واحد مريض خاصنا نساعدوه، خاصنا نطيعوا والدينا نسمعوا الكلام ديالهم، ما خصناش نغوتوا عليهم، لا 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 لا، خاصنا نسمعوا ليهم، وخاصنا الا قال لنا شي حاجه نقولوا واخا. علاش؟ لانهم هم كبار وتيعرفوا المصلحه ديالنا، يعني حيت تقول لك ماماك اوليدي خاصك تقرا مزيان، خاصك تقرا مزيان، تقول لك ماماك هذيك البلاصه ما خصكش تمشي ليها لانها غدا تضرك، خاصك تعرف بان ما خصناش نمشيو ليها، يعني خاصنا ضروري نكونوا تنسمعوا الكلام ديال الله، وخاصنا نبعدوا، الى خاصنا نبعدوا من الحاجه الخايبه، بحال خاصنا ما نكذبوش، خاصنا ما نسرقوش. وهذه هي كانت هي القصه ديال ادم عليه السلام. نتمنى تستمتعوا بالقصه ديال ادم عليه السلام، وان شاء الله الموعد ديالنا سيتجدد مع قصه ديال نبي اخر. ما تنساوش الدق على الجرس باش توصلوا جديد القناه. دمتم في رعايه الله حبيبي الصغار،
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.